نعم دكتور محمد، ابقى معي. اتحول للسيد بكر. سيد بكر، اليوم فيما يتعلق بالموقف الإيراني، إيران تعتبر نفسها هي التي تقود المحور المقاومة في المنطقة. إذا كان الرد على حزب الله قويا أو على لبنان قويا، وإذا شن الكيان الصهيوني ربما اعتداءات قوية جدا على لبنان بشكل كامل وعلى بيروت، هل يمكن أن تتدخل إيران بشكل أو بآخر؟ هذا السؤال كما وصفه ضيفك الآخر هو سؤال كبير، لكن كما تعلمون أن إيران حقيقة هي قوة إقليمية تمتلك الكثير من القدرات مقارنة بالقوى الإقليمية الأخرى، لكن هل هناك لا يوجد مقارنة عسكرية ما بين القدرات العسكرية الإيرانية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة بحلف الشمال الأطلسي؟ فهذا الخيار غير وارد أصلاً. لكن كما تعلمون أن إيران لها أذرعها في المنطقة، وبالتالي هي تستطيع أن توسع من أداء هذه الأذرع أو تكثيفها أو تحسين نوعياتها أو زيادة كمية الضغط العسكري الذي تمثله هذه الأذرع. أيضا تعلمون أن هذه الجماعات المسلحة ليست جيوش نظامية، فإلحاق الأذى فيها أصعب بكثير من الجيوش النظامية. عندما يكون هنالك جيوش نظامية في تفوق لأحدها على الآخر، فإمكانية إلحاق الضرر والأذى فيها كبيرة جدا وسريعة. وتتذكرون عندما تم غزو العراق وحل الجيش العراقي وتدمير قدراته العسكرية، لأن هناك فارق كبير جدا ونوعي لا يمكن مقارنته. وبالتالي استدراج الكيان إلى حرب العصابات وحرب الشوارع، فموضوع دخول إلى لبنان واجتياحه بريا سيكون مكلف جدا للغاية. نضع في اعتبارنا أيضا، أنتم تشاهدون ما يحدث في قطاع غزة، المقاومين يوقعون العدد كبير جدا من آليات الاحتلال ومن جنوده ومن مقدرات العسكرية. طبيعة نوعية الأسلحة التي يمتلكها حزب الله متطورة أكثر وأحدث أكثر بحكم الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة. معظم هذه الأسلحة بدائية يتم تصنيعها في الورش الحداد الموجودة هناك في القطاع والتي تمتلكها المقاومة، ومن هنا المراهنة على هذا الموضوع. موضوع الإدارة الأمريكية قلنا ستكون في دائرة النار مصالحها وهي لا ترغب في ذلك. إيران عندها تحديات داخلية، وبتتذكروا الحراكات الشعبية اللي كانت تتم داخل إيران، فهي أيضا غير مهيئة، إضافة إلى ما ذكرناه عن التباين في القوة العسكرية. القوات الاحتلال مستنزفة داخل قطاع غزة ولا ترغب، والآن تعرفوا أزمة التجنيد بينهم وبين التيارات الدينية المتشددة، هم بحاجة ماسة للمجندين والطرف الآخر يرفض التجنيد، وبالتالي هذا موضوع جدلي، بالتالي لا يساعد ولا يشجع على توسيع المعركة والاجتياح البري والاحتياج إلى مزيد من القوات. وبالتالي الأطراف بالجملة ليست معنية بتوسيع الحرب والانجرار إلى حرب شامعة، على الأقل في المدى المنظور. لكن هنالك احتمالية أن نتنياهو بقرار يائس نظرا يعني لتصدير أزمة الداخلية، وتعرفوا الحالة الاحتقان الموجودة في المجتمع الصهيوني حاليا، موضوع الأسرى وتأخر إطلاق سراحهم وأزمة التجنيد والوضع الاقتصادي القائم المترتب على العرب. هذه كلها أزمات ضاغطة على هذه الحكومة المتطرفة، وبالتالي ممكن أن يذهب بقرار بعيد عن الإدارة الأمريكية. هو يستطيع، هو يعلم أن الأمريكان لا يتخلون عن إسرائيل بصفتها هي معسكر متقدم لهم، وبحكم الضغط ونفوذ اللوب الصهيوني داخل الولايات المتحدة وداخل الإدارة الأمريكية على كافة مستوياتها، ربما يذهب إلى قرار متهور في هذا الاتجاه، وبالتالي يورط الجميع. لكن في الظروف العادية الجميع غير معني للأسباب. مثلا لو أخذنا في حالة حزب الله بتعرفه هو يعني يمثل مجموعة لبنانية ولا يمثل كل اللبنانيين، وهنالك في الساحة اللبنانية من لا يتفق معه في وجهة النظر ولا يشاطر وجهه، وبالتالي في فرقاء لبنانيين غير معنيين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بهذه الحرب، رغم أنه العدوان إذا حدث هو سيكون على لبنان وليس على فئة معينة، ولن الطائرات الصهيونية لن تبحث في انتماءات الأشخاص الذين ستهاجمهم أو الأهداف اللي هم لحزب الله أو لغيره، وبالتالي ستهاجم الدولة اللبنانية بكل مقدراتها بكل مكونات. فهذه الظروف كلها توضع بعين الاعتبار عند مناقشة إمكانية اندلاع حرب موسعة في المدى المنظور في المنطقة في ظل هذه التحية. إذا ما أضفنا إلى ما ذكره
الزميل حول استغلال الأطراف المنافسة للولايات المتحدة بعهد منذ ما أن تسلم جو بايدن العهد الرئاسية، هو وضع احتواء الصين خاصة على رأس أولوياته، لكن الانغماس مجددا في قضايا الشرق الأوسط وخاصة في القضايا العسكرية هو سيتيح المجال لهذه الأطراف أيضا للتوسع على حساب الولايات المتحدة، ويكون لها يد لتتدخل أو لتحقق كثير من مصالحها على حساب المصالح الأمريكية. نعم سيد بكر، ابقى مع تحول الدكتور محمد المصري. نقلا عن مراسل النهار، صحيفة النهار اللبنانية تقول في عاجل تعرض بلدة الخيام لقصف بالقذائف الفسفورية. كذلك حزب الله أيضا قبل قليل يتحدث عن إيقاع ربما قتل وجرح بهجوم بمسيرات قضادية على موقع لجنود الاحتلال في مستعمرة كفر يوفال. كيف تقرأ هذا التطور اليوم دكتور محمد؟ يعني هو هذا هذه أحداث تحدث كل يوم. الآن سيدي الكريم، لو ذهبنا إلى المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، هناك قرى بأكملها أبيدت، بل هناك كلام على أنه، يعني أنا شخصيا لم أذهب ولكن أنا تكلمت مع بعض الإعلاميين من أصحابنا، قال بأنه يعني هناك يعني العدو الإسرائيلي يتعمد أن يعني يحدث شريط فلنقل خالي من السكان، يعني هو يبيد يعني دمر كل هذه القرى، وأيضا يتعمد قصف المناطق الزراعية بالفوسفور. ويعني لا يخفى على حضراتكم أن الفوسفور يؤدي إلى ربما تعطل الأرض الزراعية لمدة 10 سنوات لا تنبت، فهناك تعمد لقصف هذه المناطق بالفوسفور. وأيضا حزب الله يقوم كل يوم بعمليات بإطلاق مسيرات، سواء على يستهدف يعني تجهيزات لوجستية استخباراتية للعدو أو تجمع للجنود أو مراكز عسكرية. أنا برأيي أن هذه العمليات هي العمليات الاعتيادية، لأن ليس فيها أي شيء خارج عن الإطار الذي ننتظره. يعني نحن ننتظر الآن ردا إسرائيليا سيكون غير تقليدي، ليس معهودا كما قال عنه بأنه محدود، ولكنه سيكون قوي جدا. أنا برأيي أن كل ما يحدث الآن هو من الأمور التقليدية العادية التي تجري كل يوم. لم يتوقف القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ولم تتوقف عمليات حزب الله، فبالتالي ما ننتظره هو أكبر من هذا.